معي على الهاتف النائبة مارجريت عازر التي تقدمت بطلب لجنة تقصي الحقائق. مساء الخير سيادة النائبة. أهلا بك. ليه لجنة تقصي حقائق الآن؟ ليه لجنة تقصي حقائق الآن؟ أيوة أنا مش سامع حضرتك كويس، بتقول إيه؟ ليه طالبتي بلجنة تقصي للحقائق؟ هل أنت حاسة إن في حقائق لم يتم كشفها أو في أجهزة للدولة ما بتقدمش كل الحقائق للبرلمان؟ لا، في الحقيقة الموضوع فيه تباطؤ شديد جدا في اتخاذ الإجراءات، بدليل إن الحادثة بتتكرر في نفس المحافظة عدة مرات بشكل متكرر تقريبا. نعم عدة مرات. ألو عدة مرات بشكل متكرر في أكتر من شهر واحد، كل أسبوع تقريبا في حادثة بنفس الشكل وبنفس، لأن مفيش عقاب رادع في أي حادثة من دول، وفي تواطؤ شديد جدا في عدم الوصول إلى المكان اللي بيتم فيه الجريمة لغاية ما تنتهي الجريمة. يعني يبقى بين البيت اللي بيتحرق وبين مركز الشرطة مفيش 5 متر، ويتم مثلا الذهاب إليه بعد مثلا ساعتين أو 5 ساعات يكون البيت صفى تماما. لابد من متابعة هذه الإجراءات لمعرفة إيه الأسباب، وخصوصا محافظة المنيا المحافظة الوحيدة اللي بيحصل فيها انتهاكات تقريبا كل أسبوع كل أسبوع، وهذه الانتهاكات للأسف الشديد بتسبب آلام لكل المصريين بغض النظر عن مسيحي أو مسلم. ده صحيح سيادة النائبة. سيادة النائبة أيوه. انت حاسة ان في تقاعس من الحكومة المصرية؟ حاسة ان في تقاعس من المسؤولين في المنيا؟ من المسؤولين في المنيا مش من الحكومة المصرية، من المسؤولين في المنيا. بالتأكيد في خطأ، بالتأكيد في سياسة خاطئة بتجعل الأحداث دي متكررة، فلابد من ان احنا حتى نتعرف على ايه المشاكل عشان نستطيع ان احنا نحلها، سواء بفن قوانين بفن برقابة على جهات محددة. لازم نبقى عارفين المواضيع بالضبط على أرض الواقع. طيب اللي مفروض يتعمل، حضرتك طالبة لجنة تقصي حقائق، النتائج بتاعتها متوقعة تكون ايه؟ توصيات تطلب قرارات من الحكومة؟ هل انتوا بتدرسوا انكم تطالبوا الحكومة بإقالة المحافظ ومدير الأمن مثلا؟ لو في تقاعس منهم ايه المانع، ويبقى ثوري كمان. هو من امتى يا سيادة النائبة؟ من امتى يا سيادة النائبة ما عندناش 100 سبب للتأخير و100 سبب و100 شماعة بنعلق عليها كل حاجة؟ هتوصلوا لإيه في ما الآخر؟ عدناش مستحملين ده، ما عدناش يا فندم مستحملين ده. ده صحيح. البلد في ظروف الآن لا تحتمل إن يبقى في 100 تأخير وفي 100 تباطؤ وفي، لا، إحنا النهاردة بعد ثورتين محتاجين يبقى في ثقافة كل الأشياء. ده صحيح. النائبة مارجريت عازر بشكر حضرتك شكرا جزيلا.